هذه قاعة الشهيد رعد عبد خفي رحمه الله، تتسع ل 300 مريض وهي الأكبر في العراق وربما في الشرق الأوسط. المستشفى يتسع ل 400 سرير. عدد المرضى الموجودين لا يتجاوز 50 مريض فقط. مرضى العزل المنزلي كانوا في جهة الكرخ فقط يتجاوزون 9000 مريض، الآن لا يتجاوزون 3500 مريض، انخفاض كبير جدا في عدد المرضى والحمد لله. أيضا في الكرخ نسبة الشفاء زادت عن 94% والوفاة 1% فقط، ولدينا بحدود 3500 مريض موزعين على العزل المنزلي، ومنهم 3000 تقريبا بدون أعراض أو أعراضهم بسيطة جدا ويتعالجون في البيت. كل المرضى، البعض يقول أنه الأعداد انخفضت لأنه المرضى يراجعون العيادات الخاصة. نعم، هناك من يراجع العيادات الخاصة لكن تشخيصهم يتم في مختبرات الصحة. انخفاض كبير والحمد لله. هذا ربما له تفسيرات، قد يكون هناك نوع من مناعة القطيع حصلت. العدد المرضى المصابين في بغداد وحدها تجاوز 150,000، وربما هناك اكتسبوا عدوى وحصلت لديهم المناعة، منهم أصيبوا ولم يسجلوا، وقد تكون نهاية موجة وربما هناك موجة أخرى تبدأ. نتمنى أن لا يحصل ذلك، وربما أيضا زيادة الوعي عند المواطنين. نلاحظ أن المصاب في السابق كان هناك نوع من الشعور بالوصمة، والمريض لا يقول أنا مريض ومصاب ويتجول في الشوارع أو في الأسواق. الآن المريض يبقى في البيت وتلقى العلاج في البيت والكل يعرف أنه مصاب. نتأمل من الله سبحانه وتعالى، وهذا أملنا طبعا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته، أنه يستمر النزول وتستمر الارتفاع نسبة الشفاء وانخفاض نسبة الوفاة حتى زوال هذا الكابوس المرعب. بإمكاننا أنه نجمع كل مرضى الكرخ في مكان واحد لأنهم قليلين المرضى الموجودين. الآن المرضى الموجودين في المستشفيات في جانب الكرخ هم الأقل منذ شهور، عددهم قليلة جدا، نستطيع أن نجمعهم في مستشفى واحد، لكننا نتحسب للمستقبل، ربما تكون هناك موجة ثانية وتزداد الأعداد، ونتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحصل ذلك. عموما الأخبار جيدة جدا والحمد لله، وهذا بالمسجل بالأرقام. البعض يقول ربما النقصان هو بسبب قلة الفحوصات، بالعكس الفحوصات زادت بشكل كبير جدا، حتى أنه في عموم العراق وصلت إلى 30,000 فحص. في جهة الكرخ تضاعفت الأعداد الفحوصات، لكنه قابلها الحمد لله نقصان كبير في عدد الإصابات وعدد الوفيات. إن شاء الله تزول هذه الغمة بأسرع وقت.